le génie de Hajj Ali Abdel Qadr, qui était un aisé, quelqu'un de riche, يعني le basbé en France, j'aime le blad, le basbé, il était dans le domaine de la quincaillerie, mais quand Trasto Hajj Ali Abdel Qadr, il voulait lutter pour l'indépendance de tous les peuples malouis. Donc, il s'est le parti communiste. Il s'est une organisation, c'était l'international anticolonial. Bien sûr, le communisme à ce moment-là, c'est sous l'égide de Moscou. Après, il y a une forme de guerre idéologique, la guerre froide de l'Ijad. La guerre idéologique était très importante. هي اللي خلقت لنا لنا كي خلقت معلول قال دوموندي لا ليبراسيون دو تو لي تيريتوار نور افريكان علاش باسكو صح حاجه لي عبد القادر على ليبوك والناس اللي معاه صح اون بو با فير لا ديفيرونس انتر لو ماروك لا تونيزي لالجيري فصح سو ني با بوسيبل سي ان ميم بوبل اون ميم تير اون ميم زون ميم تراديسيون ميم كولتور ميم اوريجين ايدنتيتير تحوسوا على الصح محال كون ما جاش الاستعمار بالخبث نتاعو في مصلحته خلق هاد الدويلات ما يخلقوش تقدر تكون ملكية في المروك وتكون جوسيبانا في تونس مي لا رياليتي دي شوز ما تقدرش تكون بيناتنا حدود اصلا ما تنجمش تكون ما تقدرش تكون حدود بين الحريرة والحريرة بين الجاري والجاري بين الرشتة والرشتة ما كانش حدود يا جماعة ما كانش حدود تعرفوا كتاش تكون حدود نهار مثلا دي ماروكان يعرضوا جزائري ويقعد في الطابلة معاهم كي يشوف الماكلة ما يعرفش وش حياكم هنا قالوا شعبين مختلفين نهار جزائريين يعرضوا تونسي ويقعد في الطابلة ويحيف وش يأكل قال هنا يا جماعة اتقوا الله لو كون الإنسان يركب فوق حمار يدماري من ليبيا يلحق الأطلنطيك يشوف بعينيه باللي أرض واحدة شعب واحد لطوال نور أفريكان ناريانا وارا بك لزيفنمون دو كابيلي C'est du syndicalisme. Le problème de la Kabylie n'existait pas dans leur tête à l'époque. La question berbère a été soulevée, je crois, en 49. Elle a été soulevée. Par rapport au panarabisme, c'est mes salihages. La culture berbère s'est sentie menacée. Mais, M. Jacques Vergès a dit, ça c'est aux historiens. اليوم نحكي مع السيد اسياز الرق في التليفون بون نهضر مع لي زوديتور تاعنا دونك نتناقشوا انا وياها قالت لي مسيو رحماني قالت لي اون بو با ترو فولغاريزي ليستوار وما نقدروش نديروا حصه نفوتوا فيها مراحل تاريخيه هكذا اللي كل مرحله لازم نحبسوا فيها حصه وحدها وتعمل لا غالب حنا ماناش مؤرخين حنا اون في نحبوا نخلقوا هذيك روح البحث نمدوا معلومة ولو كان صغيرة لحقنا لها بلاك يا دي زيسبري دي جون ألجيريان جزائريين يبدأوا يحوصوا درك مع انترنت يتعلموا لغات يحوصوا يقرأوا كتبهم يلقوا بس كالا يا ان جيني ريفوليسيونير يا ان جيني ريفوليسيونير شوفوا لي رومان هار ديسيدا ويكسرونا ويخلقوا دو تو بتي رويوم وما يخليوناش نتحدوا على بالهم على واه لأنه الجزائر لما تشكل مملكة أو دولة حقيقية غدوة مصيرها أنها تكون قوة. Nous sommes condamnés à être une puissance ou à ne pas exister. C'est une autre chose. حنا مصيرنا حنا محكوم علينا إما قوة إما ما نكونوش قاع. إما نكونوا قوة إما ما نكونوش. ما نقدروش نكونوا حنايا حاجة تبع. لا بروف. الإيديولوجي تاعي كاملة مبنية على إن فراس قالها ماسينيسا. لافريكا وز أفريكا. وكتاش؟ 200 سنة قبل المسيح ريكوبيرها مورو في امريكا 1821 لاميريكوز امريكا بنا بها ليجيمونيا امريكان بنا بها القوة الامريكية الحادثة الوركة تاعي انا هذه خرجت منها
من فم واحد ومدفون في قسنطينة. جيو تلعبوا بينا عقبة بنو نافع حسا نفسنا كاش عقبة بنو نافع هذا ما يكزيستيش قاع باير اي تيم تالي عنده لازم تحطموه لازم الناس اللي شاكلين في اي بلاصة اسمها عقبة بنو نافع يطالبوا انه يتنحى الاسم هذا اي اللي يسموه عقبة بنو نافع يتنحى لانه مجرم حابين تفتخروا بوالي ولي تاع المسلمين ابو مهاجر دينار رحتوا للمجرم ودرتوا له تيمتال والوالي الدبلوماسي اللي خاف ربي ابو مهاجر دينار واحد ما يسمع به دونك مسيو جاك فيرجاس انا بور موا يا با اون هيستوار كابيل اي اون هيستوار الجيريان يا اون هيستوار نميت يا اون هيستوار نميت انا ما نهضر لا قبيليه لا شاويه صح كاينه حاجه ندافع الامازيغيه تاعي ندافع الاصل الحقيقي تاعي ندافع اني انسب القوم اللي انا منهم ماشي قوم واحد اخرين alors pire que ça العرب que je déteste si tu veux par exemple qui m'a la révolution sous forme de révolte اللي داروها لي جون شاوي في لا موبيليزاسيون كيحبوا يجندوهم دراع طلعوا الجبال وداروا ثوره ما يهضرش عليها التاريخ شوف لو بوبل هذا افرجاس اسمعني اسمعني لو بوبل هذا الشعب هذا فالشعب هذا العباد هادو على بالك بلي جامي جامي ما كانش 10 سنين مرت على الارض هذه وما فيهاش جهه من الجهات انتفضت ما كانش il y a eu le soulèvement تاع امود امود في لو سود شوف صورت بني امود شوف طول طال البلاد هذه شوف في لو سود في لو نورين حبيت البلاد هذه جامي 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 كيما نقولوا حنا الصفات الفرنسا ولا الترك من قبلهم ولا لاي واحد جامي فوالا جامي صفات ديما كاين مشكل دونك هذا لي ليطوال نور افريكان مارش مرحله الاربعه على التيراتان اون قاد ليفر باسكو كاين بزاف من الاربعه على التيراتان لي كيسون اوريجينال ميتم ايزيستي بارمي لي فونداتور تاع لي طوال نور افريكان كيما اي دونك هما يكتبوا على لي لي بيرسوناليتي تاع الفيلاج تاعهم يفو ريكوبيري سا كيما عمر عيماش ايماش وي 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 كيما حبوش كيما هذوما قريت عليهم هذا الشيء قريت وشفت هابي بري العفايس